لو دكتور آه بشرى اهلا, أهلاً معي كيف الحمد, الحمد لله شكرا شكرا, شكرا. شكرا. دكتور بشرى ملا بصمتك بالحياة هي الأكبر والأهم لأنها نابعة من خبرة وتجربة شخصية نعم. إذا بدي أطلب منك تكملي لي هالجملة بصمتي في الحياة هي تربية أولادي وعمر وين ما هو عليه اليوم هي بصمة حياتي حلو بتواجهي طبعا دكتور عشرات الحالات بالنهار بتشوفيهم وبتتفاعلي معهم طبعاً يعني البعض منهم بحاجة لدعم أكبر من غيره، بس هل بعدك بتشوف إنه ناقصنا وعي اجتماعي للتعاطي ال... مع ذوي الاحتياجات؟ يعني الوعي مهما نسوي وعي، بعدنا محتاجين لوعي، الوعي ما يتوقف. تشوف بين ongoing لأن أشياء تختلف، العلم يتطور، الحالات تتغير، الاحتياجات تتغير باستمرار مع تطور العلم والحياة والزمن يتغير. أه. فالاويرنس دائماً يحتاج له لتطوير تقدمنا بمجتمعاتنا اليوم مع حملات التوعية اللي عم نشوفها؟ تطورنا كثير اليوم وإحنا وين ما إحنا عليه اليوم بسبب الوعي اللي قدمناه للمجتمع نعم شو الهدف الأسمى والأكبر وقت ما نقرر نتعاطى مع ناس عندهم إحتياجات خاصة؟ شو بيكون هدفنا البعيد؟ نوفر لهم الكرامة، كرامتهم مهمة أه وجودهم كجزء مهم وأساسي في المجتمع مثله يحصل حقوقه مثله مثل غيره هذا أهم شيء دكتور قلتي كرامتهم يعني هيدي الكلمة اللي بتختصر كل اللي هن بحاجة له هال هالأطفال وهالشباب يلي, يلي بيكون عندهم إعاقة أه هيدي الكرامة هي بدمجهم بالمجتمع هي بتقبلهم هي بعدم رفضهم هي بنظرتنا لهم الكرامة هي الحصول على حقوقها حقوقهم جميعا كل حقوقهم يحصلونها هذه الكرامة اللي لازم نوفر لها لهم نعم دكتور معظم اللي بيشتغلوا بهالمجال عالميا مش بس عربيا هن من النساء هل لأنه المجتمع يمكن شوي بيحصر دور المرأة بالعمل الاجتماعي أو عاطفة المرأة هي دافع أكبر لهالعمل؟ اعتقادي الشخصي نظريتي احتمال ان المراه لان عاطفه المراه هي قويه وعاطفه امومه اختي وام صديقه تختلف فتشوفين اللي يشتغلون في هالمجال اكثرهم حريم عن الريايل مع انه في ريايل وايد يشتغلون في هالمجال بس هي حنان المراه وعطفها يختلف صحيح دكتور بالامارات بشكل عام في دعم كبير من يعني المؤسسات الحكوميه من من الناس القيمين على البلد بدعم كل المتطوعين والمتطوعين والان جي والجمعيات يلي بتشتغل وبتصب بهالاطار، قد ايه بي بيمكنكم هالشيء حاليا مع وجود البلاتفورمز للتطوع وموجوده صارت بشكل اكبر بالعكس يخدم المجال الاجتماعي في الدول المتقدمه لو تشوفين المجال الاجتماعي دائما يعتمد اكثر على المتطوعين نعم. واحنا الحمد لله صار عندنا وايد وعي بالتطوع وصار مفهوم التطوع مختلف عن ما كان عليه قبل صحيح وهذا شيء اساسي بعتقد التطوع بهذا العمل هو اساسي وما كان عندنا فكره بوطننا العربي كيف ممكن الانسان يتطوع اذا بدي اقول لك بختام هال هالفقره المقدمه عن حلقتك اليوم شو تقولي للشباب يلي عم بيشوفنا عن التطوع بالذات يعني قد ممكن هو يستفيد من فكره التطوع اكثر من انه يخدم بالضبط مثل ما قلتي بالضبط قلتي هي الكلمه اللي كنت بقولها ان التطوع يخدم الشخص وليس الشخص اللي بتتطوع له بالعكس هي يمكن رضا عن الذات بتكون الواحد يكون نسميه سلف ساتسفاكشن نعم تيب النفسي تي. والسعاده تيبه للشخص صحيح ندعي كل الشباب العربي انه يكون عنده هيدي المبادره لحتى يختبر بنفسه شو يعني تطوع دكتور بشرى رح ندخل بحلقتك بكتير مجالات وانا بشكرك لاستقبالنا ببيتك رح نحكي عن عمر رح نحكي عن حياتك اللي تغيرت كلها مع عمر ورح نحكي عن الخدمات الكتير مهمة يلي اليوم بعد خبرتك الطويلة بهالمجال عم بتقدميها لكل الناس اللي عندهم حاجات خاصة بعد شوي شكرا شكرا دكتور شكرا هيدا عصير, عصير ليمون جنونه شكرا, شكرا. عندك وقت لتطبخي احب الطبخ متى ما يكون عندي وقت ادخل المطبخ دائما احاول اني ادخل المطبخ لانه هوايتي هوايتي الطبخ هيدا شيء مشترك انا وياك <applause> انا كمان <applause> يعني رح ابلش بسؤال عام يمكن بتعرفي من خلاله انه رح احكي شوي عن حياتك الشخصيه والخاصه. <applause> عم نسمع دكتور صوت الببغاء، عندك ببغاء؟ عندي ببغاء اسمها كوكو. كوكو <applause> وهذا مال خالتي، خالتي اخت امي عايشه وياي في البيت. اوكي. ف هذا اشتريته وفاجاتني فيه في البيت. <applause> بيحكي كثير يعني؟ وايد يتكلم. وايد يتكلم مزعج احيانا يكون تعرفين ببغى يتكلمون بصوت عالي احيانا يقلد اصوات وايد يتكلم بس صوته هلا حلو محطوط بالجنينه بالحديقه برا فيقلد العصافير هلا اه مزبوط مزبوط دكتور بهذا المحور رح ندخل شوي هيك على حياتك اولادك بيتك بالاول خليني اسالك هيك بشكل عام قديه دكتور بشرى الملا كزوجه وكام سعيده بتوازن حياتها؟ شوفي سؤالك يمكن هذا لو تسألين لأي مرأة دائما المرأة تقول أن أحاول أوازن وتوازن صعب يعني لو نقول أن أنا وازنت بين حياتي العملية وحياتي الشخصية دائما نحس أنه دائما في تقصير في الإحساس أن في تقصير ولا على الحياة الشخصية أو في العمل لكن الحمد لله يعني أحاول أن أوازن وبتفهم الأهل عيالي وزوجي وأهلي متفاهمين فهذا يسهل علينا المهمة طبعا عندك ثلاث اولاد مريم الكبيره وعمر عمر وخالد وخالد قديش بتحسي اوقات بما انه عم نحكي عن تقصير انك شوي مقصره مع مريم وخالد لانك بتهتمي اكثر بعمر عمر يلي عنده توحد شوفي يمكن احاول اوازن قد ما اقدر بس يمكن في بدايه الحياه لما اكتشفنا ان عمر كان عنده توحد يمكن كانت تقصير على حساب مريم لان عمر ومريم ورا بعض سنه ونص فرق بينهم م. فكان كل الاهتمام لعمر وتوجهنا للعلاجات فكان شويه يمكن تقصير بس الحمد لله انه انا خالتي عايشه وياي في البيت م. فهي كانت دور تاخذ دور الام وسند يوم انا ما كنت متواجده في البيت اوكي أه اذا بدي رجعك لهذيك اللحظه يعني بعرف هو صعب عند كل الامهات والاباء وقتها بيصير في هالتشخيص لانه التوحد بنعرف انه مش كل الناس بيشخصوه بطريقه مبكره وما بيعرفوا الاهل حتى اوقات شو شو ابنهم كيف تلقيت الخبر؟ كيف عرفت انه عمر مختلف؟ شوفي انا كوني طبيبه نعم آه كنت عارفه انه عمر مختلف عن الاطفال الثانيين في سنه يوم كان عمره سنه ونص كنت دائما احس انه هو مختلف وكنت اقول انه في شيء على السنه سنتين وديت الطبيب وكنت حاسه انه عنده التوحد على عمر الستين تشخص عاده الاهالي دائما اللي عندهم اطفال من ذوي اصحاب الهمم احنا نسميهم في الامارات يمرون في اربع مراحل اللي هي مرحله الصدمه اللي هو يوم يهم خبر التشخيص مرحله الدنايل او النكران مرحله البحث ومرحله العلاج. هاي الاربع مراحل كل الناس يمرون فيها مرحلة الصدمة يمكن لأني كنت طبيبة وكنت عارفة أن في شيء مختلف ما أخذت وقت كبير مني أنا بس مرحلة النكران بعد ما أخذت وقت أن كنت محتاجة تشخيص ثاني أكد لي أن هذا التشخيص الدكتور اللي شخصت الحالة تكون شخصتها بطريقة صح دخلت على طول في مرحلة البحث أنه خلاص أوكي لازم أساعده شو أقدر أسوي عشان أقدر أوصله للطريقة الصح فمرحله البحث كانت اطول عندي ومرحله البحث تتم على طول لانه يمكن بعدها لهلا لا, لأ بالضبط لان لكل مرحله عمريه لها خصوصياتها نعم <متحدث> نعم وبلش المشوار مثل ما بتقولي على طول على عمر سنتين تشخص على طول بدينا علاج مم. بس نتكلم الحين اليوم عمره الاسبوع الماضي صار عمره سنة 18 سنه احتفلنا بالميلاد 18 سنه العمر كله الله يسلمك صار يعني. شاب يعني صار شاب الحين هي يانغ مان نقول شاب نعم. أه. نعم. شو بتحلمي لعمر يعني؟ يمكن أحلم لعمر نفس الحلم اللي أحلمه لأخته وأخوه أحلم أنه يكون عنده حياته المستقلة أنه يدخل الجامعة أنه يشتغل ويعتمد على نفسه ويمكن في يوم من الأيام من زوجة يعني أحلم أنه يعيش مثله مثل أي شخص ثاني هذا اللي أحلمه دكتور بيقدر عمر يعيش مثله مثل أي شخص ثاني؟ احس انه ممكن بالمساعده اذا ساعدنا ووفرنا له كل سبل العلاج والدعم ممكن يعيش مريم وخالد إدي يعني كيف علاقتهم بعمر؟ مريم كانت صغيره فرق العمر بينها وبين عمر سنه ونص فكانوا وايد قريبين لبعض، علاقتهم وايد قريبه لبعض فكانت تحس ان هي امه الثانيه مم. تحميه آه وايد آه الداري عليه وتخاف عليه وايد أه يعني صارت مواقف في طول طول هالفتره ان كانت تخاف عليه انه يصير فيه شيء كبروا مع بعض صار الحين خالد كبر فصار الحين خالد قريب العمر لانه اولاد صاروا اولاد خالد شويه الحين عمره 12 سنه فهم اكثر صاروا مع بعض يطلعون مع بعض أه حفلاتهم أه عندهم اصدقائهم يجون البيت مع بعض عمر وخالد يروحون جوجيتسو مع بعض يسوون انشطه مع بعض فصاروا اقرب يمكن لانهم اولاد في اهتمامات صحيح مشتركه مشتركه بكثير مراحل بتذكري يعني نحن اللي متابعينك انه زوجك كان سند لإلك ومع انه هو مضطر اوقات كثير بحكم عمله م. يسافر كثير، قد كان داعم وكيف يعني سند البي اللي كمان بيكون حد حد ام هالقد عطت نفسها وتركت كل مسيرتها كرمال عمر، هو كيف ساندك؟ آه دائما دائما يشجعني على اللي ابغى أسوي دائما يقول آه انت اي قرار تبينه احنا وياك، القرار لك. اتذكر آه يوم بغيت ادرس اكمل دراستي، قلت له مع حاله عمر كيف ممكن اكمل دراستي؟ قال لي انت ادرسي واحنا بنساعدك. فخلاني أدرس، آه قدرت أكمل دراستي بمساعدة خالتي. يمكن الشيء اللي ما تعرفونه عن حياتي الخاصة أن زوجي مو بعايش معايا بعد في البيت هو عايش في في مدينة أبوظبي فهو يجي آه الخميس والجمعة والسبت هو موجود. فخالتي خذت مسؤولية أكبر آه زوجي كان يدعمني على طول إذا أنا محتاجة أسافر ننظم بين سفري وبين سفرة أوكي. أنت متى مسافر تأخذ إجازة وأنا متى أسافر أخذ إجازة عشان دائما حد يكون مع موجود صح يعني الشخص التين الداعمك على صعيد العيلة والشخص هي خالتك خالتي هي اللي ربت أولادي آه ليش خالتك موجودة معك؟ خالتي آه ست كبيرة ما ادري دل... شفتيها انت نعم. آه. آه مو متزوجة خالتي ربتنا احنا يوم احنا صغار ولما تزوجت لان كان عندي عمر وانا كنت عايشه في مضابي بروحي وكوني طبيبه عندي مناوبات بالليل نعم. ما اقدر اترك عيالي عند الخدم فكانت خالتي عاشت وياي انتقلت وعاشت عندي عشان تساعدني في تربيه الاولاد وعقب يوم عمر طبعا عرفنا ان عند التوحد ظلت معانا وخلاص هي صارت جزء اساسي وهي سند البيت حلو كثير الله يطول بعمرها ان شاء الله يا رب بعد ما نخلص الغداء هالاكل بشهي ثانك يو رح نفوت بمراحل بتاعت بارزة بيرزي ونحن بنشوفها كنت فيها القدوه بكتير محطات ويمكن انت بتعتبري انه وجود عمر بحياتك اعطاكي هالنعمه وهالقدره نحن هلا عم نفهم سبب نجاحك دكتور بشرى بعد شوي بعد ما نخلص الغداء بالعافيه دكتور بوسرا مرة جديدة بدي أقول لك شكرا على استضافتك و... وواضح قد بتحبي الطبخ والمطبخ والحلويات وشكرا على هالطاولة، ما بعرف إذا رح فينا نكمل المقابلة إن شاء الله إن شاء الله بس <applause> لازم تجربون رح نجربون, راح نجربون أكيد بشهوا دكتور كان كل حلمك إنه تكوني طبيبة عيون وطبعا حققتي هالطموح اشتغلتي لفترة تقريبا 10 عشر 11 عشر سنة ورجعتي تركتي طب العيون كرمال عيون عمر عمر يلي اكتشفتي انه مصاب بالتوحد أه كيف اخذتي هالقرار؟ ايش قد س... كان صعب عليك بعد ما يكون طموحك هيدا تتركي هالطريق وتبلشي طريق ثاني؟ من يوم انا صغيره كنت اقول حق امي واقول حق ابوي ان انا أبقى اكون دكتوره كان حلمي وطموحي اني اكون طبيبه من يوم انا صغيره عارفة أني أنا بكون طبيبة ودخلت ودرست الطب واشتغلت في مهنة الطب عشر سنين لأترك هذه المهنة وأخذ مهنة ثانية ما كان في الشيء سهل خاصة أني كنت أيامها أنا أسوي ماجستير ماجستير في الطب في الهيلث كير مانجمنت إدارة مستشفيات يعني العرض أن أشتغل مكان ثاني وكنت في هاي الفترة كنت ست شهور ما إجازة وضع كنت جابة خالد وكان عمر يمر في مرحلة صعبة لأنه في طفل جديد في تغيير في الحياة ست شهور كنت في البيت نيرسينج خالد أهتم في خالد وفي نفس الوقت كنت كان عمر توه مدرسة داخل مدرسة جديدة كان كي جي تو بالروضة الثانية وما كان عنده حد فكنت أروح أنا الصبح كل يوم الصبح أروح مع مع عمر المدرسة وكنت أنا مدرسة الظل أساعده assistant أه. لعمر في المدرسة ست شهور كنت بالبيت ومع عمر في المدرسة أساعد عمر في المدرسة ست شهور جلست أفكر هل أنا هذا اللي أسويه هو هذا اللي أبغاه ولا أبغى شيء ثاني؟ سؤال كان يدور في مخي وكنت أسوي ماجستير في نفس الوقت لين ما ياني عرض لشغل ثاني قالوا لي تعالي اشتغلي فولنتير كان ايامها هيئه لذوي الاحتياجات الخاصه او لذوي الاعاقه بتقوم جديده طلبوني ان انا اكون كأم شافوني انا وايد عندي رساله للامهات فقالوا لي شو رايك تين تشتغلين ويانا قلت لهم انا عندي طفل من اصحاب الهمم طبيبه اشتغل في نفس الوقت واسوي مناوبات وعندي الماجستير فاني اسوي شيء رابع فوق كل هذا ونفس الوقت انا ام عندي عيال نعم. ثلاث عيال وعندي بيبي صغير فصعب علي فقالوا لي هل التين تشتغلين أدنى؟ هو قرار كان صعب ما كان سهل عشر سنين في مهنة الطب وقلبي كله في مهنة الطب وأنا وايد أحب شغل الإيد ومساعدة الغير شغلي خدمة المجتمع صح. فكان وايد صعب علي أن أقرر لاتخذت القرار في ست شهور كان السؤال يدور في مخي بس يوم ياني العرض خذ مني شهر قلت لهم اصبروا شهر افكر في الموضوع وادور وافكر لما قررت انه اوكي اذا تركت مهنه الطب منو بيكمل مهنه الطب؟ في اطباء كثار موجودين في في المجال الطبي ممكن يكملون لكن مجال ذوي الاعاقه مجال اصحاب الهمم من عشر سنين كان المجال فيه والشغل والخدمه فيه قليله نعم فقلت ابغى اخدم هاي الفئه وابغى اساعد ابني واساعد عيال الناس واخدم هاي الفئه فقررت اني اترك الطب واتجه في المجال كثير حلو يعني عمر كان ولد كان تشخص انه هو مصاب بالتوحد كنت بعدك عم تشتغلي كطبيبه اخذت القرار انك تنتقلي لخدمه عمر وخدمه اللي بيشبهوه بالمجتمع شو تغير على عمر من بعد ما دخلتي بهالمجال يمكن الله حطني في هالمجال عشان تفتح لي ابواب ثانيه وعمر تنفتح لي ابواب ثانيه أه عرفت عن العلاج اللي هو علاج السلوكي من قبل عشر سنين هذا العلاج ما كان متوفر ما كان ما كان موجود في البلاد فلما دخلت هالمجال تعرفت على هالعلاج فسبحان الله من من عشر سنين عمر لما تلقى هالعلاج حالته اختلفت 180 درجه نعم، على الرغم من انه مصاب عمر بالتوحد بس علمك دروس كتير شو أهم درس؟ كنت إنسانة ثانية قبل عمر من عشر سنين تغيرت وايد، عشر سنين أو أقل أو أكثر تغيرت صرت إنسانة ثانية صرت صبورة أقل عصبية أتفهم أكثر احس ان شخصيتي تغيرت واثر فينا كعائله كلنا تغيرنا الله يخلي لك دكتور هيئه تنميه المجتمع عم تعطي مجال لهالانواع لهالانواع من الاشخاص المختلفين خليني اقول انه يتعلموا يدخلوا بمراكز على اساس الدمج في المجتمع يكون عندهم سوق عمل يكون عندهم فرص بالحياه هيدا تشجيعهم برايك على أن يكونوا جزء من الحياه ويكملوا فيه او هي نوع من طريقه لاستيعاب هذه الفئات؟ أه لما كنت اشتغل في هيئه تنميه المجتمع أه طلعنا واشتغلنا على سياسه، الهيئه طلعت سياسه اللي هي مجتمعي مكان للجميع صار اسمها بعدين. أه هي هاي السياسه لحمايه اصحاب الهمم. سياسه لحمايتهم ودمجهم في التعليم في الصحه في المجتمع والتوظيف حلو وكيف بنقدر نحن عم نمشي بهالخط يمكن قانونيا واجتماعيا وسلوكيا نكون عادلين اذا فينا استعمل كلمه عداله مع اصحاب الاعاقه هي العداله موجوده كقوانين موجوده في البلاد عندنا السياسات موجوده لكن احيانا عندك تصرفات الاشخاص والوعي للافراد هو آه يمكن اللي بعده يحكم يحكم العداله حلو حضرتك اشتغلتي كمان على تفعيل القانون يعني الخاص بهالموضوع وكان عندك هيدا الهم بعد في قوانين بحاجه لتفعيل ممكن تخدم هالفئات من الناس اعتقد حاليا القانون طلع السياسه طلعت التفعيل حاليا آه يكون اكثر على المؤسسات بتعاونهم مع بعض لان المؤسسه الواحده ما ما تقدر تشتغل يتطلب شغل الجميع وجهود الجميع عشان يحققون هدف السياسه هذه صحيح دكتور راح احكي عن اسرتي هالعياده اللي هي كمان حلم من احلامك وكانت هدف من اهدافك آه، تركت الطب اشتغلتي مثل بي... ما خبرتينا بمر... بمركز اللي له علاقه بهالاشخاص بي... الى حين صار عندك الهدفين مع بعض بهالعياده خبريني عنها اكثر شو الخدمات اللي بتقدمها آه، دكتور بشرة شو عم تعطي بهالعياده؟ شوفي مثل ما قلت لك انا لما تركت الطب قلبي كان متعلق في الطب في نفس الوقت آه، حابه انا انه اخدم هذه الفئه كنت فاللي صار ان حبيت ابتدي على المشروع، المشروع كان في بالي من 2010 اشتغلت عليه اشتغلت عليه اشتغلت عليه لين 2014 لا. بديت اشتغلت على العياده ومثل ما يقولون اخواننا المصريين بنيتها طوبه 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 <applause> طوبه طوبه فبالفعل ان دخلت في مجال رياضة، مجال رياده الاعمال وبنيت العياده اللي هي مركز اسرتي للعلاج الطبيعي والتاهيل. أه المركز افتتح 2015 كان سوفت سوفت لونش، الاوفيشال لونش كان في أه شهر مايو 2016. نعم. ففي في العياده نخدم اصحاب الهمم بجميع اعمارهم من الولاده للكبار ونخدم ايضا كبار السن اللي محتاجين لخدمات التأهيل والرعاية مواقع التواصل الاجتماعي قد أنت قريبة أو بعيدة منها قد عم تخدمك بكل هالرسالة أكيد ما في شك أن مواقع التواصل الاجتماعي مهمة هذه الأيام لأن خلاص هذا الجديد وهاي المواقع اللي تخدم لزيادة الوعي في المجتمع فمهم جدا الواحد يوصل الرسالة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يمكن انا شخصيا شوي عندي ضعف في هال في استعماله في استعمالة. بس عندك حدا عندي عندي وشغالين على مواقع التواصل الاجتماعي بس بشكل شخصي مواقعي انا شخصيه اكثر مم. مواقع العمل هي اللي تخدم زياده الوعي صح أه كثير عم بالي نعمل شيء عن هالحلقه نخبر الناس عبر كل المواقع اللي عندنا إياها نحن لل... للتيفي والمواقع يلي أنت عم تستعمليها نخبرهم أنه في كتير قصص ممكن يتابعونا فيها إن كان عندهم أطفال من أصحاب الهمم حبيتها كتير هالكلمة شو بتعني الهمم؟ أصحاب الهمة اللي عندهم الهمة هذا اسم حط عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لما اطلقوا سياسه ذوي الاعاقه حب انه يغير الاسم قال هذه الأصحاب الهمم فصار الاسم صار اصحاب همم كثير حلو هال هالاسم بمطرحه عندك مانع اذا عمر ابنك بيشاركنا بصوره برساله نعملها سوا انا وياك وياه سالت انا كان لازم اساله لانه هو الشخص المعني فقال ما عنده مانع ما عنده مانع وافق يلا بنعيط له لعمر ان شاء الله يلا. Yes. Uh -oh. Okay. Hi, you want to take a photo? Come. We'll take a photo. You sit next to mommy. Hi, Omar. We wanted to give. You. How are you? I'm Maggie. You want to take photo, please say cheese. Yes. Okay. We'll say cheese. Okay. Yes. Thank you, Omar, for coming. Thank okay. you. I wanted to give you some. Dessert. Yes. Which one is your favorite? There is this one. Is your favorite? Point. Which one is your favorite? This one. The chocolala or the crepe? The crepe. The crepe. Okay. This is the crepe. Shall I put for you also chocolate? Yes. عمر لاحظنا بيعرف شو بده. في أطفال أنا شخصيا بعرفهم بمراكز معينة يعني بلبنان وبرات لبنان يمكن لأن ما عندهم هيدي المتابعة الحسيسة mm -hmm. حتى هو الولد ما بيعرف شو بده mm -hmm. فبتملي mm -hmm. عليه والدته أو بيملي عليه أبوه أو خيه عمر لا أه، نحاول لأن اشتغلنا عليه اشتغلنا على هال <تس> <honestly> على هال <تحص> <هل زيئة> المرحلة بالذات أن يكون لها اختيارة دائما نعطي اختيارات ما نفرض عليه دائما نسأله ونخليه هو يختار ويحدد شو يبغى لأن هم اللي عندهم التوحد سهل أن يدخلون في النمطية يحبون <applause> النمطية صح. وما يحبون التغيير عشان نكسر النمطية والتغيير وايد غيرنا الأشياء ما كنا نخليه يستمر يسوي نفس الأشياء اللي يسويها عشان ما يدخل في النمطية فهذا ساعد وايد حتى شيء بسيط ان الاكل مثلا mm -hmm. هم يحبون ياكلون اكل معين بطريقة معينه واكله معينه هو مع الروتين نغير نكسر نكسر الروتين ليتس تيك سيلفي و ماجي يلا سيلفي اوكي ثانك يو ثانك يو مام ثانك يو مام ثانك يو مام You want to see the video of shooting? That's a good <laughs> question. We will see all the videos of shooting. When they will finish the video shooting, they will send it to us, and then you can have a look at it. Thank you, Omar. You want to go? Yes. Study? Yes. Okay. Thank you, Omar. Thank you, Omar, for coming. Thank, thank you. you. Thank you, Omar. دكتور بشرة بهالفقرة بدي سمعك سؤال لصبية رح تسألك سؤال ويمكن من خلالها بتكوني عم بتجاوبي على أسئلة العديد من الناس يلي شايفينك وشايفين مسيرتك ويمكن متابعين هالمشوار معك بدي أطلب منك تحطي بلاي بليز عسلامة أنا اسمي سيرين جنسيتي تونسية وعايشة بالإمارات أنا بوزيتيف لايف ستايل إنفلونسر أول شيء نحب نقوم به اليوم إني أنا نشكر ونوجه تحية خاصة وتكريم خليني نقول للمرأة العربية وخاصة للدكتورة بشرة لتضحية اللي سويتها أكيد يعني أول شيء تجاه ابنها خاصة وأكيد تجاه عائلتها ويمكن هي التجربه اللي سويتها واللي عاشت بها مش كل النسوان يمكن تكون عندهم القدره او او خليني نقول الجراه انه يتخذوا قرارات مثل ما هي سوت أه نحب نوجه لها كمان سؤال الدكتوره بشرى سؤالي هو التالي أه هل كنت يعني انه تسوي نفس الشيء لو ما كانت هذه التجربه اللي انت عشتيها خاصه يعني تخص ابنك وشغلة الثانية اللي نحب نواجهها لك كمان دكتورة شو النصيحة اللي أنت تقدر تبعثها للناس أو للعالم يمكن تبعث الأمل وتخلي الناس تقوم بنفس الأعمال الخيرية اللي أنت عم تسويها حاليا ولكن مش ضروري تكون عندهم يعني أنه رابط قريب يعني أنه تكون المبادرة إنسانية أكثر من أنها شغلة ثانية شكراً سؤالها طويل بس مهم. مهم حسن. مهم جدا وسؤالها جيد جدا صراحه. ان اذا ما كانت عندي هذه الحاله هل كنت بسوي نفس الشيء اللي سويته الحين؟ آه يمكن كنت بسوي لكن بطريقه ثانيه. اشتغلت آه مع اصحاب الهمم يمكن لو ما كان عندي اصحاب الهمم كنت بعدني بخدم المجتمع لكن بطريقه ثانيه في مجال الطب. صح. آه كنت يمكن بكون متطوعه كطبيبه. دائما كنت احب كان قبل ادخل المجال الاجتماعي كان عندي امنيه ان اكون طب مع الاطباء بلا حدود حلو كثير تبرم العالم أو مع الهلال الاحمر هي يعني اخدم كان, كان دائما حلمي اني اسوي هالشيء لكن بسبب التغيرات اللي صارت والحياه تغيرت عندي كان توجه هيك بالخدمه كان بالخدمه مع اصحاب الهمم بالضبط السؤال الثاني الرساله هي الرساله لا. للناس اعتقد خدمه المجتمع العمل التطوعي والعمل الخيري يعم السلام يخلي الناس مرتبطين ببعض تكون انسانيه موجوده ويعم السلام ويعم الخير صحيح هيدي من اهم نتائج العمل التطوعي والخدماتي والخد... بالمجتمع طيب شو بتقولي دكتور بشرة لكل أم عندها نفس وضعك بس هي بعدها يمكن خبرتيني عن أربع مراحل بيقطعوا فيهم الأهل والأمهات وقتها بيعرفوا أنه عندهم طفل من من اصحاب الهمم يمكن تكون بعدها بمرحله النكران يمكن بعدها بمرحله الرفض يمكن بعد بدنا متقبله وضع شو بتقولي لهيدي الام إذا كانت الأم في أي مرحلة من هذه المراحل رسالتي اللي أقول لها الأمهات كلهم خلوا عيالكم يحصلون العلاج اللي محتاجينه ولا تيأسون أبدا لأن الأم هي العنصر الأساسي في تطور الطفل إذا الأم ضعفت واستسلمت للمراحل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية صعب إن الطفل أو الولد أو البنت تتحسن لكن إذا دخلت وبقوة واشتغلت على ولدها وقاومت الأحاسيس اللي بتيها بتقدر توصل الولد لأن الأم تمر بمراحل في أحاسيس ساعات مر بمرحله اليأس وهذا شيء طبيعي اي انسان يمر في اشياء صعبه اتحالات يأس لكن ما حد ييأس لا تيأسون حاربوا و ميك شور أن توصلون عيالكم للمرحله اللي هم اللي انتم تشوفونهم وحطوا لهم دائما هاي تارجت انا يعني بعد شيء ثاني اقول لازم تحطون هدف لعيالكم لا تحطوا لهم هدف قليل انه هذا ما يقدر لا ارفعوا الهدف حفزوهم لان اذا انت حطيتي هدف عالي راح يوصل له. لكن اذا حطيتي له ان هذا ما ما بيوصل ترى ما بيوصل صحيح الام يعني قدرة الأم، سئة الأم بطفلة وبقدراته وهيدي مسؤوليتها لأنه هو عاجز عن إنه ياخذ هيدا القرار، بقرار الأم والأهل هن اللي بيقدروا يوصلوه للمكان الصح. صح. دكتور بشرى بكل حلقاتي بقدم لضيفاتي كتابين هني مثل هيك عربون تقدير متواضع اخترت لك كتابين لمؤلفين سعوديين اول كتاب اسمه الزهايمر للكاتب السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي هي القصه بتحكي عن مرض الزهايمر آه بخبر يعني يمكن هو بطريقه عم بيعرف عن مرض الألزهايمر بطريقه كتير حلوه وهيك فيها حماس من رجل معه الزهايمر من المصح عم بيكتب رسائل الى زوجته يخبرها شو عم بحس طريقه يعني كثير حلوه للروايه لمرض يمكن كلنا بنخاف من منه والكتاب الثاني لكمان الراحل السعودي عبد الرحمن منيف اسماء مستعاره هالكتاب يمكن يعني كان لاول مره بنتعرف على الكاتب بقصص قصيره باقصوصة يعني مش بروايه طويله فبتمنى يعجبوك شكرا حبيت اشكرك على الهدايا وعلى الكتب الثمينه شكرا ثانك oh, يو دكتور دكتور بنهايه الحلقه كمان 10 اسئله بتعرفيون عليك اكثر مشاهدين بيعرفوا رايك بامور عامه اكثر هن نفسهم بسألون لكل ضيفاتي نفس السؤال okay. رح خليكي تتخيلي انك على جزيره معزوله مهم. شو هو الكتاب الوحيد يلي بتاخدي معك جزيره معزوله كتاب وحيد القران الكريم نعم ما هي اهم مفاجاه تلقيتيها بحياتك هي آه. المفاجاه اللي تلقيتها في حياتي كانت اول شي مفاجاه صادمة عقب كانت مفاجأة سعيدة من 22 سنة تفاجأنا بأن أبوي مصاب بالسرطان سرطان القولون فكانت هذه المفاجأة وبعد العلاج بعدها ثلاث سنين كانت المفاجأة أنه تشافى من السرطان الحمد لله الحمد لله الله يخلي لنا الحمد لله شغل. يطول بعمره مين هن المطربين والمطربات العرب مفضلين عندك وبتسمعيهم؟ أيوه؟ أحب أسمع النوال وايد حلو ومطرب؟ مايكل بوبلي وفرانك سناترا حلو مش عربي يعني لا <applause> شو بتفضلي بين المسرح السينما أو الفن التشكيلي؟ أكيد المسرح أكيد؟ ليه م. أكيد؟ آه، المسرح أصعب فيه تفاعل مباشر أي شخصية تاريخية اذا بترجعي لورا بتتمني لو عشت بعصره بهيداك العصر الحمد لله يمكن الله اعطاني العمر اللي عشت وعاصرته بس كنت اتمنى ان اشوفه شخصيا وعاصر هذه المرحله اكثر ابونا الشيخ زايد الله يرحمه يغفر له الله يرحمه اي مسلسل عربي او اجنبي هو الاحب لقلبك بتتابعي مسلسلات؟ <applause> اتابع مسلسلات اما احب المسلسلات الخفيفه ارتاح واطلع من ضغط العمل وجو الشغل والمسؤوليات وإذا أشوفه ما أمل منه مسلسل كويتي خالتي قماشة <applause> حلو <تصفيق> وإذا مسلسل سيريس شوية جدي و وجذبني وايد وحبيته حريم السلطان نعم وايد يفتح أفاق الواحد على الأمور السياسية وإدارات الدولة كيف كانت تصير في التاريخ صحيح قديه بتبلغ بالمئة نسبة اهتمامك باللوك بمظهرك؟ المظهر مهم طبعاً. بس الجوهر أهم طبعا بس برضو قديش بتحطي نسبة مئوية نسبه مئويه يعتمد على المزاج احيانا ممكن نحط احيانا 100% وممكن اذا ما في مزاج ممكن حتى <applause> بالمئة <applause> <applause> صح اي مقوله او مثل او حكمه بتردديها وبتشتغلي عليها لا تياس لا تياس لا تياس هذا في الحياه ان الواحد دائما يتعلم من اخطائه أه ما غلط الواحد يغلط هذا وفي الحياة العملية دائما أكرر مع فريق عملي أن في مقولة تعلمتها ودائما أرددها هي بالإنجليزي نو no involvement نو no إذا تبغى الناس يشتغلون لازم تجيبهم وتشركهم المشاركة هي اللي تخلي الناس يكونون ملتزمين ملتزمين بعد. نعم شو هي الدرجة اللي بتعطيها لحالك من واحد على عشرة بعد كل إنجازاتك؟ سؤال صعب الواحد يقيم نفسه يقيم إنجازاته آه يمكن أكون أنا قاسي على نفسي خمسة من عشرة أحس أن بعدني أقدر أعطي أكثر وأنجز أكثر والمرحلة اللي وصلت فيها بعدني ما أنجزت قد اللي أقدر أنجزه يمكن أقدر أنجز أكثر إن شاء الله في الأيام القادمة هيدي مساحة الحلم بالضبط وين بتشوف حالة دكتور بشرى الملة بعد عشر سنين؟ بعد عشر سنين تكلمنا عن العمل التطوعي أشوف عمري أخدم مجتمعي بأعمال تطوعية وأخدم المجتمع وأخدم الدول الثانية يمكن فأحب يمكن بعد ما أتقاعد أتفرغ للأعمال الاجتماعية والتطوعية الخيرية. حلو كتير أنا بدي أشكرك دكتور بشرى الملا على رسالة الأمل الكبيرة اللي أعطيتينا إياها اليوم مشوار حافل بالإنجازات كان عندك الجرأة والشجاعة إنك تتخذي قرارات حتى بتغيير مسار أحلامك وطموحاتك لخدمة مجتمعك من خلال عمر شكرا ماجي شكرا شكرا أشكركم. دكتور شكرا, شكرا.